عدة سيارات كهربائية تشارك في المعرض السنوي للسيارات في بروكسل، حيث تجذب اهتمام الزوار. فالمعرض يهتم هذا العام بالسيارات الكهربائية مثل السيارة سمارت فيجن، وهي سيارة صغيرة بسائقين تتميز بمميزات عدة مثل شاشة العرض والأبواب التي تغلق عن بعد باستخدام الهاتف الذكي. الأمر لا يقتصر فقط على السيارات، بل يتعلق أيضا بوسائل النقل المختلفة التي نستخدمها بشكل جيد للغاية، حيث أن احتياجات النقل ليست دائما كما هي داخل المدن وخارج المدن. يجب أن نتحدث عن المستقبل، والسيارات المشتركة هي واحدة من جوانب مستقبل السيارات. وتشارك في المعرض عدد من السيارات العصرية في قسم خاص بها باسم السيارات الحلم، ويتميز بسيارات موديلات فيراري وجاكوار ورولز رويس. لأول مرة لدينا جناح كامل مخصص لسيارات الأحلام طوال فترة المعرض بخلاف السنوات السابقة. هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها هذه الحالة على جمهورنا، قسم كامل من سيارات الحلم طوال مدة العرض. كما يشمل المعرض عربات نقل وشاحنات خفيفة بشكل بارز، كما يضم عدة أجنحة مخصصة لنماذج ذات عجلتين، وسط توقعات بأن يجذب المعرض حوالي 400 ألف زائر من جميع أنحاء بلجيكا.